السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نزيدوا نتكلموا يعني على محرز، وشرف لينا كبير بأن محرز عندنا لاعب جزائري وراه يلعب، يعني مشي رايح يلعب، غادي يلعب النهائي، يعني وين ننتظروا يكون هو عروس ليلى في اسطنبول، ليلى الموعوده. يعني رياض محرز كما كان عروس يعني على العروسه تاع باريس سان جيرمان، سوف يصبح عروس على ريال مدريد او تشيلسي، يعني مهما كان الوزن تاع اي فريق. يعني وين نعرفوا بلي رياض محرز سوف يقدم الكثير والكثير من اجل اسعاد الشعب الجزائري المتعطش لافراح. يعني ونعرفوا بلي منبع افراح الشعب الجزائري كرة القدم. انا واحد من الناس والكثير مشي انا وحدي، على ذلك نقولوا بلي اليوم وين رياض محرز اصبح يقدم الكثير والكثير. نسمعوا كيفاش الوضاحي والاعلاميين كيفاش تكلموا على رياض محرز والانجازات تاع رياض محرز التي اصبح رياض محرز هو الكل في الكل في مانشستر سيتي. هذه هي التصريح الاخير لهيريرا الذي قال: نحن كنا الافضل في جميع اطوار هذه المباراه في مباراه الاياب. وايضا كذلك اتطرق الى ايضا كذلك تحليل ارسن فينجر في الاستديو التحليل عندما قال: نفس الاخطاء تتكرر والمنظومة الدفاعية فيها خلل. هل تعتقد بعد رحيل تياغو سيلفا وديفيد لويس لم يعوض أحد مكانهما؟ مساء الخير أحمد. اليوم المشكل في باريس سان جيرمان ليس في وسط الدفاع، تحدثنا عن ديفيد لويس وأيضا عن تياغو سيلفا اللذان يلعبان في وسط الدفاع. وسط الدفاع هما مركزان يعتبران الأفضل في العالم، يوجد هناك اللاعب كيمبامبي الذي يعتبر اللاعب الواعد في هذا المركز، والقائد ماركينيوس الذي يبلي بلاء الحسن ويعتبر من بين أفضل اللاعبين في وسط الدفاع. إذن المشكل ليس في وسط الدفاع وليس في غياب اللاعب تياغو سيلفا. ديفيد لويس رحل منذ زمن بعيد وخلفه كيمبامبي بتألق، وخلفه أيضا ماركينيوس بتألق وبفعالية أفضل بكثير مما كان يعطيه ديفيد لويس مع دفاع باريس سان جيرمان. اليوم الحديث عن التفاصيل التي وقعت سواء في مباراة الذهاب أو في مباراة الإياب. نعلم جيدا بأن مباريات كبيرة مثل هذه وأندية عريقة وكبيرة في القارة العجوز عندما تقارعها في مثل هذه الأدوار الإقصائية المباشرة يجب التركيز التام خلال 90 دقيقة. هناك لاعبون يتميزون بفنيات عالية وبفعالية أيضا منقطعة النظير، على غرار اللاعب رياض محرز الذي أتيحت له فرصتان سجل منهما. هذا يعني بأن التركيز لم يكن كاملا لدى وسط أو لدى دفاع باريس سان جيرمان. الخطأ الأول الذي ارتكب في الهدف الأول كان على الجهة اليمنى من الدفاع وليس في وسط الدفاع، أي اللاعب فلورنزي، وكان حديث كثير في استديوهات وأيضا وسائل الإعلام الفرنسية التي تحدثت عن هذا اللاعب، حتى أنه خلال المباراة كان حديث عن المطالبة بتغييره بسرعة كبيرة لأن الجهة التي كان ينشط فيها كانت تشهد فراغا كبيرا وربما عدم تركيز للاعب وإنهاك أيضا لهذا اللاعب الذي لم يستطع أن يجاري السرعة التي لعب بها فريق مانشستر سيتي خصوصا في الهجمات المرتدة. والهدف الأول الذي تبعناه كان واضحا وأعطى الانطباع بأن فلورنزي لم يكن في يومه سواء بدنيا أشرت تغريدة لك محمد الوضاحي وتحدثت عن اللاعب الجزائري الخلوق الكبير ونجم هذه المباراة، وأنا سوف أطلق عليه أيضا نجم هذه البطولة لدوري أبطال أوروبا، وقلت فيها بهذا المستوى وهذه الروح وهذه الفعالية حروز إذا توج بلقب دوري الأبطال سينال الكرة الذهبية دون منازع. رياض يبدع ويغرج خارج الصرب وهو غرد كذلك، صحة فطوركم، وكأنه أفطر على باريس سان جيرمان. والله افطر عليهم والله.
صحيح حمد، لاعب رياض محرز يظهر مستويات كبيرة في دوري أبطال أوروبا في البريمير ليج مع مانشستر سيتي، يقود هذا الفريق إلى الانتصارات. أيضا لمسة المدرب غوارديولا الذي لامه الكثيرون خلال الموسم بعدم إقحام محرز أساسيا في جميع المباريات، ظهرت محرز الآن بات ناضجا تكتيكيا، الفعالية والفنيات موهبة لدى هذا اللاعب من عند الله، لا يمكن لأي أحد أن يناقش فيها. اليوم اللاعب وصل إلى مرحلة النضج التام، يبدو فعالا في المباريات الحاسمة. مباراة اليوم كان وراء الهدفين، سجلهما ببرودة أعصاب كبيرة، خصوصا الهدف الأول وبقدم اليمنى. إذا وصل اللاعب على هذه الطريقة وهذا المنوال وبقي فعالا في المباراة النهائية، أعتقد بأن اسمه سيكون من بين الأوائل المرشحون للظفر بالكرة الذهبية الأوروبية، خصوصا وأن الثنائي الذي استحوذ على هذا اللقب ميسي ورونالدو ليس في أحسن أحواله، سواء على المستوى الفردي أو مع الأندية، أي مع برشلونة ويوفنتوس، وبالتالي فإن المساحة تبدو. شو باش نقول لكم، الاعلام يلعب دور كبير والله، والاعلام يقعد ضاغط كما ان شاء الله محرز يثبتها، والاعلام يقعد ضاغط على الكره الذهبيه العالميه. والله خلينا من البالون دور تاع افريكا، هذيك صايك، هذيك اللي شغل هاكا تاع قوطي طوماطيش تاع واحد صايك، هذيك مضمونه بصح. كما نقولوا حنايا الكره الذهبيه العالميه والله يضغط الاعلام، والله يضغط الاعلام الى محرز لديها، لازم الاعلام يضغط، لازم هذه لازم الإعلام واسعة، وهامش المناورة أوسع بالنسبة لرياض محرز من أجل تتويج اسمه بأحرف من ذهب في سجل هذه الجائزة المعتبرة الفردية. كذلك محرز بالنسبة للأرقام والإحصائيات مع ناديه في دوري أبطال أوروبا أيضا ممتازة وجيدة. اللاعب الجزائري الأول الآن الذي التحق بياسين إبراهيمي وسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا. شكرا. اللاعب الجزائري الثاني الذي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، يعني بأن محرز يستحق أن يكون ضمن المرشحين لهذه الجائزة. بإذن الله، شكرا جزيلا لك محمد الوضاحي من باريس. مشاهدينا إلى نتيجة التصويت على سؤال الأمس والذي كان كالتالي، ما هو توقع وين فانيك محلل بيان سبور باللغه الفرنسيه واللاعب السابق لباريس سان جيرمان جيروم، على وين فضل رياض محرز على الارجنتيني دي ماريا، وعلى المستوى وين على المستوى الكبير الذي ابان عليه الدولي الجزائري رياض محرز، يعني وين ابان على مستوى كبير في مباراتين الذهاب والاياب امام باريس سان جيرمان، وين قال الدولي الفرنسي السابق بعد لقاء العوده بين سيتي وباريس سان جيرمان في هذا الصدد. نسمع البعض يقول ان دي ماريا يمكنه اللعب مع مانشستر سيتي، لكني أرى العكس كذلك بالنظر للمستوى الكبير الذي يقدمه كل من رياض محرز وفوندين. وللتذكير فإن محرز ظهر بأداء كبير يعني في مباراتين الذهاب والإياب من الدور أبطال، أين استطاع تسجيل 3 أهداف في لقاءين، يعني وين قدم مستويات كبيرة، وين نقولوا رياض محرز وين قدم الكثير، وين شاهدنا كيفاش وين عبر النجم الجزائري رياض محرز عن سعادته الكبيرة بقيادة مانشستر سيتي للنهائي دور أبطال أوروبا أول مرة في تاريخه. يعني نقولوا بلي رياض محرز وين أصبح يعني مرعب الدفاعات الأوروبية، يعني وين نقولوا بلي مرعب الدفاعات الأوروبية، يعني مش ما لناش نهضروا فيها، يعني ويتلقى اشاده، يعني اشاده كبيره من عند المدرب تاع باريس سان جيرمان كذلك. يعني رياض محرز وين اليوم نقولوا بلي وين كان تصريح شجاع من موريسيو، يعني بعد نهايه المباراه، يعني وين اشاد كثيرا برياض محرز، وين قال لهم لي ماركانا، يعني اسمه رياض محرز، يعني وين هذا هو رياض محرز الذي قدم مباراة في القمة، قدم مباراة يعني تاريخية، وين نقولوا بلي رياض محرز اليوم وين أصبح اللعاب الذي يتلقى إشادات كبيرة، يعني وين تلقى إشادات كبيرة. أسباب قادة مانشستر لإقصاء باريس سان جيرمان هي خبرة
غوارديولا وصناعه رياض محرز. هذه هي اللاعبين اللي لاعبين كبار كما نقولوا حنا، لاعبين كبار وين نقولوا رغم ان شاهدنا الكثير، يعني شاهدنا احتفال بلومي كيفاش احتفل بهدف رياض محرز، خاصة الهدف الثاني يعني اللي سجله بكل برودة، يعني وين سجل الهدف بكل برودة، يعني هدف في القمة، يعني هدف تاع كبار، هدف تاع لاعبين، يعني وين أبهر به نقولوا باللي أبهر به محللين يعني عالميين ولاعبين كذلك عالميين، وين محرز وين أصبح اللاعب ليصنع المفاجآت هذه.